الحمد لله بفضل جهود المخلصات من السيدات وكذلك دعم حاكم الشارقة حفظه الله لي في بداية مشواري، لأن قام بزيارة مفاجئة إلى المركز داعيا كل رجال المنطقة ليزوروا هذا المكان. أثلج صدري بهذه الزيارة عندما وصل إلى مقر المركز عام 1981 ليلتقي بهؤلاء رجال من شخصيات إمارة الشارقة بمدينة طبركان ليتعرفوا على خدمات المركز، فكان هذا دعم كبير. فاطمة أحمد عبيد زايد المغني النقبي من مواليد مدينة كلباء. بدأت دراستي الحمد لله في المرحلة الابتدائية في مدينة كلباء في مدرسة جميلة بحيرة للبنات. أنهيت دراستي الثانوية في هذه المدرسة عام 1978، عام دراسي 78. ثم تزوجت بعد ذلك وأكملت بعد أن جبت 3 أطفال، أكملت دراستي الجامعية ولله الحمد، وحصلت على بكالوريوس في التربية وعلم النفس عام 1986. أكملت دراستي العليا أيضا درجة الماجستير وحصلت، وكانت دراسة عن الطلاق وأثره على الأمن النفسي للأبناء في إمارة الشارقة تحديدا وفي دولة الإمارات عامة، وكان حصلت فيها على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والحمد لله. حالياً أتابع دراستي في الدكتوراه، خاصة أن في تلك الأيام كانت دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع الاتحاد، على موعد مع مشاورات الشيخ زايد رحمه الله مؤسس دولتنا وأخوانه حكام الإمارات. ثم أتيت إلى مرحلة العمل التطوعي الحقيقة عندما أعلن الشيخ زايد رحمه الله عن حاجته إلى معلمين مواطنين لتعليم تحفيظ القرآن للطلبة والطالبات، وكان ذلك في الفترة الصيفية من عام 1974 تقريبا. وكان لم يكن في دولة الإمارات أو في منطقتنا في مدينة كلباء عدد كبير من المعلمين، فطرحوا الموضوع على الطلبة القابلين أنهم يعني الذين يرضون أن يتطوعون لتحفيظ القرآن، فكنت إحدى الطالبات التي تطوعت أن تصبح معلمة وهي طالبة. فدرست الطالبات في المرحلة وأنا طالبة، ما زلت في الأول الثانوي، درست الطالبات تحفيظ القرآن بعد الاجتياز مقابلات تخصصية في هذا الموضوع. والحمد لله أحمد الله على هذه النعمة أنني كنت إحدى التي دخلنا هذا المجال لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم لمعزة الشيخ زايد في قلوب أبناء. فدرست حوالي 4 سنوات، وحتى بعد زواجي استمريت في تدريس تحفيظ القرآن الكريم في الفترة الصباحية، وأخيرا يعني في هذه المرحلة أصبحت مديرة لمركز لتحفيظ القرآن باسم صاحب السمو رئيس الدولة، وكنت رئيسة لمركز حليمة السعدية بدبا الحصن كمديرة لتحفيظ القرآن الكريم للطالبات في منطقة دبا الحصن. ثم بدأ العمل الحقيقي بعد تخرجي مباشرة من الثانوية العامة وزواجي، دخلت كأول مديرة لمركز التنمية الاجتماعية بمدينة كورفكان، وكان هذا بالنسبة لي تجربة حقيقية. كنت أحمل وقتها الثانوية العامة فقط، لأن المرأة في تلك الأيام لم تكن متواجدة بقوة في سوق العمل، ولم تكن أيضاً متواجدة حتى على الساحة، يعني أبسط شيء كان فقط معلمتين 3 موجودين في المنطقة كلها. فكنت بذلك أول شخصية تدخل المجال العمل الاجتماعي. كنت سعيدة في تلك الأيام لوجودي في هذا المركز، إلا أنني واجهت صعوبة كبيرة في تقبل النساء والرجال للعمل الاجتماعي، حتى الرجال كانوا رافضين خروج المرأة لتواجدها في العمل الاجتماعي. وأذكر في تلك الأيام ظليت يمكن حوالي 3 أشهر أبحث عن سيدة واحدة تأتي لترى ماذا يقدم هذا المركز. الحمد لله ثم توالت الوظائف أيضاً بفضل جهود دولتنا في تأسيس وتمكين المرأة، أصبحت عضواً في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من عام 2004 إلى 2007 4 سنوات متتالية تحت قبة البرلمان. عرفت فيها الكثير وتحدثت فيها الكثير، ووجدت تلك السرعة في الرد على ما كنا نقترحه في تواجدنا في المجلس الاستشاري من صاحب السمو الحاكم، وما هذه المشروعات التي وجدت إلا بجهود
حاكم الشارقة وقدرة إخواني وخواتي عضوات المجلس منذ تأسيسه إلى اليوم لطرح أفكار المجتمع وأفكار الناس لكي يكون ذلك لمصلحة الإمارة، مصلحة الوطن. ثم أصبحت أيضاً في 2007 بعد نهاية عملي في المجلس الشاري بالانتخاب أصبحت رئيسة لمجلس السيدات أعمال إمارة الشارقة، وبذلك ولأول مرة في دولة الإمارات يقوم تأسيس مجلس سيدات أعمال بالانتخاب. كانت هذه خطوة جريئة قامت بها إمارة الشارقة في تلك الأيام، ولله الحمد فزت بالرئاسة، وكان معي عضوات 7 عضوات في اللجنة التنفيذية، وجدت فيهن نعم العون ونعم السنة. الآن الحمد لله رصيدي في عضويات هذه الجمعيات التطوعية، في بعضها أسستها، كنت من المؤسسين لها مثل جمعية الدراسات الإنسانية الخاصة بالدراسات، وأيضا مثل رواق عوشة بنت حسين الثقافي، وأيضا جمعية المتقاعدين بدولة الإمارات المدنيين والعسكريين. كنت من المؤسسين بجهود مع الأخوة والأخوات الآخرين. أنا الآن عضوة لعدد لا يقل عن 55 جمعية على مستوى الإمارات. الحمد لله أنا لدي 8 أبناء الحمد لله عليهم، عندي 4 أولاد وعندي 4 بنات لله الحمد، ولدي الآن 13 حفيد. أبنائي الحمد لله، أنا فخورة بإنجازي مع الأسرة، فخورة أني أنا كأم استطعت أن تحدى تلك الظروف التي كنت أقطعها من خورفكان إلى الشارقة في 4 ساعات أو 5 ساعات حتى ذهابا ثم عودة. كان الشارع عبارة عن شارع ضيق واحد يوصل إلى المنطقة الشرقية، فأنا سعيدة كنت أوصل وأنجز المهمة وأرجع لأذاكر لأبنائي حتى لا يشعروا بغيابي عنهم، ولكن أثمرت تلك الجهود الحمد لله بفضل الله ثم بفضل والدهم وفضل حكومتنا. Thank you.